من الآخر وهلأ بلقت عن حديثه. ويب سايت بيتضمن مدونات لبنانية إلكترونية، بلوجز عن مواضيع عديدة غير سياسية، أكثرها اجتماعية وثقافية. مؤسسي الويب سايت حاولوا إعطاء صورة إيجابية للأمور السلبية يلي عم بتصير بلبنان. هنتعرف أكثر عن هالبلوج يلي اسمه بلوج بلدي. بنستقبل نجيب متري. هاي نجيب، أهلا وسهلا فيك، تفضل. نجيب متري، حضرتك صاحب بلوج بلدي. بلوج بلدي، وقت بدنا نشوف البلوج، وقت تفوت على البلوج، كثير البلوجرز ما بيعرفوا كثير عن حالهم، يعني بيبقوا البلوجرز اذا بدك انونيم، ما بنعرف كثير عنهم وما بيقولوا مين هن. ليش انت اليوم قررت، او انت من الاساس بتقول انه لا هذا البلوج هو لإلي انا نجيب متري، اذا حابين تتصلوا فيه تتصلوا فيه على هذا الرقم؟ هلا انا ما بسوق حالي كبلوجر، يعني هي بتبلش هوبي، بتفتح بلوج ويو ستارت بوستينج قصص. انت فيك تقرر تحط اسمك كله، تحط اسمك مع عائلتك. انا حاطط اسمي نجيب بس انه اذا حدا سالني يعني اصحابي بيعرفوا بقول لهم. الهدف من البلوج اللي عملته شو هو؟ الهدف اول شيء انه تحكي عن مواضيع مش كل العالم تحكي فيها، وانا بيرسونلي عندي اوبينيونز عن قصص معينه، ومثل تو هايلايت قصص يعني مثل هيدا اللي عم بتشوفها سيفل ماريج، which is really important، وبديع اوقات بالاخبار. صحيح نجيب، شوف هيدي هي اللي بيجاوبوها حيلا حدا عنده بلوك، يعني استقبلنا ناس عندهم بلوجات وسالناهم وتقريبا جاوبوا بنفس الخبريه، بس تضوي على امور، يعني تسلط الضوء على امور وما تسلط الضوء على غيرها، وتعمل تشويس بالاشياء اللي بدك تحكي عنها. هذا عمل سياسي، مش سياسي بمعنى السياسي، عمل سياسي يعني عندك هدف من وراء. انتقائي قصدك؟ انتقائي؟ لا لا لا، عمل سياسي يعني عندك هدف توصله من وراها، بك توصل فكرة لشو بك توصله. هيك محن انه هي مزبوط البلوجات فشت خلق عند كتير ناس، هي هي مساحة الحرية، حر يعمل اللي عليها. نفس الشيء البلوجز، انه البلوجز هو مساحة الحرية لإلك تعبر، بس وحده مش عم بيعبروا الناس، هو اللي عم بيعبر. فبالتالي دايما بيعبر لسبب، يعني بدي اعبر تحسن شغله، بدي اعبر تغير شغله. هو الهدف الاي من الاساس انه يكون في مثل صوره احسن للمجتمع، وهو البلوج لبنيز اخر شيء. ما بتشوف يعني فيها شيء من حب الظهور او فرض الراي؟ ايه، ما بتشوف فيها شيء من حب الظهور او فرض الراي؟ انا بالعكس، انا يعني الطريقه اللي بتقدم فيها بالبلوج هي لما اقرا كومنتس ونيجاتيف فيدباكس على القصص اللي بكتبها. بس بدي اعرفوني في رقابه، مين بيعمل لك رقابه؟ هلا كانوا عم بيجربوا يطلعوا قانون، صراحة انتقدناه كتير، لأنه بتروحي بتسجل بلوجك على ورقة وقلم بوزارة ما بعرف الإعلام. إعلام كانت بعتقد لغيو، بس محمود يكون في رقابة، يعني إنه الواحد يعمل كنترول على شو عم ينكتب، خاصة عندك أنت. لا أنا قصدي يعمل رقابة عنه، مش هو بيقدر يعمل رقابة شوي للعالم اللي بتكتب، بس مين بيعمل لك رقابة؟ بدين صراحة إذا بدهم ينعمل رقابة ساعتها بتكون عم بتدمر شوي الإنترنت، حرية الإنترنت والكرياتيفيتي اللي الإنترنت بتخلقه. لأنه في كتير قصص رقابة بلبنان، يعني بتشوف رقابة وبوقفوا فلومة على قصص ولا أسخف بس منها. بنفس الوقت وانت قايلها بالبلوك تبعك بتنقهر، بس تلاقي ناس على العمال وعلى البطال بتطلب مثلا هيدا المطرب جاي من مدري مين، مش عجبنا قطعوا، وانت انتقدتهم يعني. ايه هون رح ارجع لسؤال رولا، مزبوط هي الرقابة بشعة، كلنا بس نفكر حريات ما بعود عبالك تسمع كلمة رقابة، بس ما بتلاقي انه لفات انه يكون هلا يمكن بعد ما تعممت كتير، بس كل واحد او حيلا انسان وفرد عنده بلوج وبيكتب عليه شو ما كان، وهالشي ما بيتمحى، وهذا على الانترنت وفيك طال فيه ناس او 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 ايدياز. ما بتحسها كمان بنفس الوقت الليبرتي اذا كانت مفتوحة لاخر خطرة؟ انا ما بحسها خطره، لانه اخرتها في عالم عم تحكم على شغله. يعني انت اليوم لما عم تكتب قصص بتعارض المنطق العام، العالم ما رح تفوت لعندك، وعالم رح تعمل لك نيجاتيف فيدباك. واليوم السوشيال ميديا مش مثل الماركتينج، يعني مش نيجاتيف ماركتينج از اني ماركتينج، لا، لما حدا يتهجم عليك اونلاين او يعملوا كامبين عليك كتير بتاذي الشخص وبطل عنده كريديبيليتي. نجيب وقت بلشت البلوج كم شخص كان يقريك؟ كان 100 من كم سنه؟ من شي 3 سنين. اليوم صاروا 3000 يوميا بيفوتوا وبيقروا بلوك بلدي. هلا لوين؟
هلا كم يعني انا هو البلوج اذا بدك اتس بروسس يعني بتحسن حالك بحالك. هو هواية؟ ايه هواية. ولا هو عمل لك؟ نو نو صراحة انا يعني اذا بدك ميتيجي الرأي ما بعرف كيف يعني بتحفز على بعض الامور وبيعجبني بعض الامور. اكيد مع الحرية المطلقة بالتعبير عن الرأي ضمن حدود اللي هي إزاء الشخص الآخر. ضد البلوجز إن جنرال شوية لأنه من وراء شغلتين. أول شيء لأنه ما بيكون معروف مين وراهن، فبالتالي بيقدر يسمح لحاله أشياء جرايد وتلفزيونات ما فيها تسمح لحالها، فبالتالي بخوفني لأنه ما بعرف مين دافعه ولا شو. اثنين لأنه يعني إذا بدك بخدها انه فشة الخلق، في واحد يفش خلقه بالبيت مش ضروري يجبر كل العالم تسمع فشة خلقه. انما انما خلقه كفي قبل ما حدا يبلش يشتغل. انما البلوج مثل ما شفته تبعك اول شيء في نقطة كتير حلوة اللي هي بار كاتيجوري، يعني عباله واحد يشوف شو في شو رأي نجيب اخر فترة بالتلوث بحط بيطلع له بالسيارات بالفاشن بالسبور، يعني مقصمة هيك حلوة كطريقة. ومن جهة تانية حسب اللي شفته ما لقيت ولا شيء قدر انتقدك عليه كبوست، يعني بكل صراحة كانوا مهزبين مثل ما قلت لك، ما في أجريسيفيتي ولا مطرح أكيد بالآخر. لا طب زب آخر ما بعرف أنا شو بدي أحكي من بعد جورج شو قال قال كل الأفكار، بس أنا أكيد بتمنى لك تنجح أكتر فيه، ومع أنه بلش هواية بركي يتحقق حلمك ويصير أكتر كبزنس لإلك، وكمان هيك تضلك مرتاح وتحكي اللي بدك إياه، واللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه شو برافو رولا. نجيب بكري نحن لك برافو على هذا البلوج. نحن من متابعي الشخصية للبلوج، يعني دايما بنقرأ وقت كتير بنشوف كم articles كم أفكار كمان بنفكر فيهم، وبيكون مثلا بركي صورة أسبوع بنحكي فيها كمان من الآخر. مش هناك أهم topics بحكي عنها usually هي women rights بلبنان، وهذا السيج صراحة بيقهر كتير لأنه إذا بتعد شو الإنجازات ما في ما عم بيصير شيء، يعني It's very sad لأنه في قوانين مش مقبول بعدها تكون بلبنان، الجوز ممنوع يخليها تسافر وإذا ضربها بيمشي الحال. So thank you. كمان كمان عم بتضم صوتك ل كمان حملة كتير مهمة بلبنان وهي حقوق المرأة، بتصور هون كمان لازم الكل كمان نتضمن معك ومع كل النساء وحتى النساء الموجودين معنا على البلاتو ليسترجعوا حقوقهم بلبنان. برافو نجيب. مجوز؟ خاطب. خاطب غريبة، لكن هلا تتجوز، أول ما تتجوز تنسى الأمور. كثير أمور تعتل. نجيب متر شكرا كثير للمجرد معنا الليلة. بريك أخير بحلقتنا بعد الفقرات عندكم مطروح على محل بريك المفاجأة. هي الابليكيشن يعني اللي حيستعملها الأشخاص المهتمين بمريض الأزهايمر كير جيفر والأطباء. برافو، يعني أخذتوني لمحل تاني. لوين لوين أخذوا؟ شفت شيء مع الكرنفال؟ شفت شيء مع الكرنفال؟ مع الكرنفال؟ مع الكرنفال؟ مع الكرنفال؟ مع الكرنفال؟